من محافظة البقاع منتعرف على بلدة راشية اللي بيعود اسمها للغة الآرامية السريانية وبيعني القمة، وأضاف عليها الوادة نسبة لوادي التين حتى صار اسمها راشية الوادي. بعدك يا لبنان الأخضر. أقدم بناء بالبلدة هو قلعة الاستقلال. تم بناء القلعة على عدة مراحل ابتداء من الصليبيين مرورا بالشهابيين والعثمانيين وصولا للانتداب الفرنسي، جزء المسمى بجناح الاستقلال. ومثل كتير من الضيعة اللبنانية بيتجلى فيها العيش المشترك بين المسيحيين والدروز. فيها كنيسة مرموسة الحبشة للسريان اللي ترممت آخر مرة من حوالي 100 سنة، وكنيسة سيدة النجاة الموجودة بوسط السوق العتيق. تتميز بلدة راشية الوادي بحفاظها على بيوت الأرميد اللي بتعطيها الطابع التراثي، ومعروفة أيضاً بتربية النحل وصناعة دبس العنب. أما القيمة المضافة للبلدة فهن شخصين محافظين على الحرف اليدوية: عصام المقت بمجال صناعة وزخرفة الصيغة من الفضة، بعدك أحلى الدنيا كلها، بعدك أحلى الدنيا كلها، ويوسف القدماني اللي بعده بيتقن صناعة الصوبيا وعم بحافظ على استمراريتها من خلال ابنه. صرنا نحبك أكثر وأكثر.